هذا التقرير يلخص أداء الحكومة خلال 6 شهور، وهذا التقرير حقيقة جاء بشكل منتظم ليكمل تقرير 100 يوم الأولى التي قدمناها خلال 100 يوم الأولى. أبرز ما جاء في هذا التقرير بأن هناك تراجع حقيقة في رضا المواطن الأردني على أداء الحكومة عما كانت عليه الحال خلال 100 اليوم الأولى. أيضا هناك تراجع في مدى ثقة المواطن في أداء الحكومة عما كان حال عليه خلال 100 اليوم الأولى، وهناك عدم رضا عن طريقة تعامل الحكومة عما كان عليه الحال في 100 يوم الأولى في جائحة كورونا. هناك حقيقة ضعف في موضوع الخطة المنشورة للحكومة، لا يوجد خطة منشورة وواضحة للحكومة نستطيع تتبعها ضمن يعني مرجعيات واضحة ومؤشرات واضحة وإطار زمني واضح. هناك أيضا أصحاب المصلحة الذين التقينا بهم من خلال المجموعات المركزة ومن خلال الاتصال الهاتفي والمقابلات المباشرة، القطاعات التشغيل والعمل والزراعة والصحة، هذه القطاعات قمنا بتدقيقها بشكل أكبر عن غيرها من القطاعات خلال هذه الفترة. وجدنا بأن أصحاب هذه القطاعات يعانون من عدم إدماج أصحاب المصلحة في صناعة القرار، أيضا يعانون من عدم وجود مشاورات معهم، يعني انتقدوا بشكل كبير جدا أداء الحكومة بأنه لا يوجد مشاورات مع أصحاب هذه القطاعات. يعانون أيضا من عدم وجود زيارات ميدانية لا من قبل رئيس الوزراء ولا من قبل الوزراء لهذه القطاعات الحيوية والمهمة جدا. وأيضا يعانون من عدم تفعيل الاستراتيجيات التي تعهدت فيها الحكومة مثل الخارطة الزراعية وغيرها من الالتزامات أنه هي أو نظام العمل المرن وغيره من القوانين والأنظمة التي تعهدت الحكومة بتقديمها. بالمجمل العام يمكن القول أن هناك يعني حقيقة تراجع إلى حد ما في أداء الحكومة عن ما كان عليه الحال في 100 يوم الأولى، وهناك أيضا غياب للرقابة البرلمانية عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق استراتيجياتها وإعلان هذه الاستراتيجيات التي تعهدت الحكومة بتقديمها للنواب ولكنها لم تقدمها حتى اللحظة بشكل واضح. إذا ما تم الحديث عن أوامر الدفاع، هل كان هنالك بعض أوامر الدفاع غير المهمة التي اتخذتها الحكومة؟ وهل هنالك تهميش كان لبعض أوامر الدفاع أيضا لم تلتزم بها الحكومة على الرغم من أنها مفيدة للمواطن؟ هناك حديث عن أوامر الدفاع كان من قبل بعض القطاعات في العمل وفي الصحة بأنه هناك تفعيل يعني خلينا نقول بدون ضوابط واضحة لأوامر الدفاع، في بعض أوامر الدفاع أخذت مساحة أوسع، في بعض أوامر الدفاع كانت ذات مساحات أقل، وعلى سبيل المثال أوامر الدفاع المرتبطة باستخدام مستشفيات القطاع الخاص مثلا لم يكن هناك تفعيل لهذا الأمر الدفاع بمثل غيره من أوامر الدفاع الأخرى. بعض أوامر الدفاع المرتبطة بقطاعات العمل أيضا ومدى متابعتها من قبل الحكومة ومدى الرقابة على تفعيل هذه الأوامر الدفاع كان هناك نقد كبير شديد جدا لها من قبل بعض القطاعات. أبرز قطاع تم انتقاده من قبل القطاع الصحي وقطاع العمل والتشغيل، هذا يعني القطاع الصحي وقطاع العمل والتشغيل كان هناك انتقاد لمدى تفعيل أوامر الدفاع ومتابعتها وهو الأهم لهم من قبل الحكومة. هل رصدتم من خلال هذه الحكومة تداخل في القرارات بين الوزراء علما بأنها تضم أكبر عدد من الوزراء؟ هناك أيضا من قبل أصحاب المصلحة، وأنا أن أخذ على الرأي لسان أصحاب المصلحة الذين التقيناهم، هناك تعدد في المرجعيات في صناعة القرار وهناك تداخل في الصلاحيات أيضا في عمليات صناعة القرار، وهذا رأي أصحاب المصلحة الذين التقيناهم من مجموعة من القطاعات. مصير هذا التقرير مؤخرا؟ سيذهب هذا التقرير إلى كل جهات ذات العلاقة، الإعلام وهو الأمر الأهم الذي يساعدنا في كسب التأييد لصالح نتائج هذا التقرير، إلى الديوان الملكي، إلى الحكومة نفسها، وسيذهب إلى مجلس النواب على أمل أن يقوموا بدور رقابي أوسع على الحكومة.